مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شاركت المؤثرة مايرا جي تجربتها مع قصة الشعر الإفريقية من أصابع سنغالية. بونجور عليكم اليوم بينا كي نقولوا لافريك نقولوا لي تريس ندير لي تريس كومون تابيل ميمونة عند ميمونة فوالا مينا سالي مينا سافا سافا تو فا بيان سافا ميرسي اي اونسون طري على راسي ان شاء الله ما تولديش بك اليوم بونجور عليكم ليناس اليوم بينا كي نقولوا لافريك نقولوا لي تريس كيف ندير لي تريس كومون تابيل ميمونة عند ميمونة فوالا مينا سالي مينا سافا سافا تو فا بيان سافا ميرسي اي اونسون طري على راسي ان شاء الله ما تولديش بك اليوم واش رايكم في لاكوب ديالي وتاع بنتي واسمها ماما فوالا أصدي ماما خمس شحال شوفوا لي شحال الزراره البنات شوفوا شحال مليونه شوفوا نجابوا شويه ولا والو شوفوا ريغاردي موا سيت بوتي سي لا تيني تراديسيونيل سينيغاليز سي توت بيل ما شاء الله ميرسي ميدام اوفا اوفا باي باي يعطيكم صحتو لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام